بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. استغل مواهبك كتاب الثعالب الصغيرة. رأى رجل في حلم إنسانا قد أتى إليه لكي يسمعه صوت موسيقى، فلما سأل عن الموسيقار العظيم الذي وضع هذه السيمفونية الرائعة كان الجواب: إنها موسيقاك أنت. ولكنه تعجب وقال: كلا، فأنا لم أعرف في حياتي شيئا من هذه الموسيقى. ثم نقله إلى كتاب رائع قرأ فيه صفحات هي قمة البلاغة، وأعلن له أنه هو مؤلف هذا الكتاب العظيم، لكنه رفض معترضا لأنه لم يكتب في حياته قط مثل هذا الأدب الرفيع. وهكذا ظل ينقله إلى صور متعددة من الحياة، وإذ هو يتعجب من هذه كلها يأتيه الجواب: إنك أنت في هذه كما كان يريد لك الله، لكنك تخلفت، اخترت لنفسك حياتك البائسة، الحياة الكسولة التي لا تتعب ولا تكد فيها. انها قصة خيالية توضح لنا ان الانسان كثيرا ما يجهل مواهبه ولا يستخدم قدراته. هذا ما أكده علماء النفس بقولهم: إن الإنسان لا يستخدم سوى عشر قدراته فقط.